أنت قاتل. نعم، كما سمعت جيدا، إني أتهمك بأنك قاتل، وقد قتلت الكثير لدرجة أنك لا تستطيع أن تحصي عدد ضحاياك. وسأروي لك قصة قصيرة لتعلم كيف نقوم نحن بالقتل بغريزتنا اللانهائية للذة للقتل فقط. في يوم من الأيام كنت أستعد للذهاب إلى العمل، وعندما فتحت باب البيت وجدت شيئا يحمر أمامي، وإذا بقدمي التي تنتعل حذاء مقاس 45 أقوم بدهس هذا المخلوق المسكين بلا رحمة ولا شفقة دون أي سبب، فهو لم يؤذيني ولم يفعل أي شيء لاستفزازي، بل كان مرعوبا خائفا مني يريد الابتعاد، وقد نلت منه، وهذه هي النتيجة. أنا قاتل وأنتم قتلة، وكلنا قتلة بلا رحمة.